السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن نواصل معكم مع تمارين جديدة في درس الدوال ليميت دي فونكسيون. إذن نبدأ بليميت ديال 3 إكس على إكس أس 2 زائد 2 القيمة المطلقة ديال إكس إكس تنفيغ أزيغو موا. إذن عندنا إكس تنفيغ أزيغو موا، سيدير أن إكس صغر من الزيرو. إذا القيمة المطلقة ديال x كتساوي لنا x أو كتساوي لنا ناقص x، لأن القيمة المطلقة راه إما غتساوي لنا x إلا كانت x موجبة أو غتساوي ناقص x إلا كانت x سالبة. إذا الحالة عندنا x سالبة، إذا غتساوي لنا ناقص x. إذا أول إجراء غادي ندير هي غادي نحيد القيمة المطلقة. إذا 3 x على x كاري، إذا غترجع ناقص جوج x زيرو موا. إذا كما كتلاحظوا إلا درنا التعويض المباشر فغيعطيني صفر على صفر. إذا هنا شنو غادي ندير؟ غنحاول ندير التعميل لإزالة الشكل الغير محدد. إذا غادي نعملو بx في البسط وفي المقام. إذا نعملو بx كانت عندنا إكس كاري، إذا غتبقى لينا إكس ناقص 2، إذا نسمبليفي باغ إكس كيبقى لينا لا ليميت ديال 3 على إكس ناقص 2 زيرو موا. إذا التعويض، إذا هي 3 على 0 ناقص 2، إذا 3 على ناقص 2 ناقص نطلعها الفوق، إذا كيبقى لينا ناقص 3 على 2. النهاية الموالية ليميت ديال جذر إكس كاري ناقص إكس على إكس ناقص واحد في الزيرو في الواحد موا. إذا نديرو التعويض المباشر، واحد أو كاري ناقص واحد على واحد ناقص واحد. إذا هي واحد ناقص واحد يعني جذر صفر على صفر، إذا صفر على صفر يعني فورم انديتيرمين. إذا لإزالة هذا الشكل غير المحدد، فملي كيكون عندنا واحد التعبير فيه الجذر، هنا كنستعمل المرافق، يعني ليكسبسيون كونجوغي. إذا المرافق ديال جذر أ هو جذر أ. إذا غادي نضربو في المرافق، إكس كاري ناقص إكس مضروبة في الجذر ديال إكس كاري ناقص إكس. إذا على إكس ناقص واحد في الجذر ديال إكس كاري ناقص إكس. إذا الجذر في الجذر كيعطيني الجذر مربع. إذا الجذر ديال إكس كاري ناقص إكس أو كاري على إكس ناقص واحد عامل جذر إكس كاري ناقص إكس. إذا المربع كيمشي مع الجذر كيبقى لنا لا ليميت ديال إكس كاري ناقص إكس على إكس ناقص واحد الجذر ديال إكس كاري ناقص إكس في الواحد بلس. إذا لاحظ معايا هنا في المقام عندنا إكس كاري ناقص إكس، إذا كيمكن لي نعمل بإكس، إذا إكس كاري كيبقى لنا إكس وعملت بإكس كيبقى لنا واحد. إذا هذا التعبير هذا يمكن لي نعوضو بإكس عامل إكس ناقص واحد. إذا الهدف هو الإختزال إكس ناقص واحد. إذا لا ليميت ديال إكس على الجذر ديال إكس كاري ناقص إكس في الواحد بلس. إذا دابا نديرو التعويض، إذا غيجينا واحد على الجذر ديال واحد كاري ناقص واحد، واحد كاري ناقص واحد صفر، الجذر ديال صفر فغادي يعطيني زيرو بلس. علاش؟ لأن الجذر دائما كيكون عدد موجب. إذا الجذر ديال أي تعبير خصو يعطيني واحد العدد اللي هو أكبر أو يساوي صفر، إذا غيعطينا زيرو بلس، ميمكنلوش يعطيني زيرو موا. إذا لا ليميت هنا غيعطينا عدد على زيرو بلس، غيكون عندنا عدد على
زيرو بلس. إذا عدد موجب على زيرو بلس كيعطينا زائد لا نهائي. ندوزو لآخر نهاية، إذا لا ليميت نديرو التعويض. إذا إلا درنا التعويض هيجينا صفر جذر صفر على جذر ديال صفر ناقص صفر، إذا هيجينا هو صفر على صفر، يعني فورم انديتيرمين. إذا ممكن نستعمل المرافق وممكن نستعمل التعميل. إذا التعميل كيبقى أسهل، إذا التعميل بطبيعة الحال الهدف منه هو الاختزال. إذا لاحظ معي بأن هذا الجذر لتحت كيمكن لي نعمل، يمكننا نعمله داخل الجذر بإكس. إذا عملنا داخل الجذر بإكس، إذا كيبقى لنا واحد ناقص إكس. إذا من بعد إكس جذر إكس، إذا هذا التعبير هذا كيمكن لي نكتبوه على شكل جذر إكس مضروبة في الجذر ديال واحد ناقص إكس. علاش؟ لأن إكس راه عدد موجب، لأن إكس يؤول إلى زيرو بلس، يعني إكس أكبر من الصفر، وهذا واحد ناقص إكس هو عدد موجب. إذا نسمبليفي باغ راسين دو إكس، إذا كيبقى لنا ليميت ديال إكس على الجذر واحد ناقص إكس بزيرو بلس. نديرو التعويض، كيبقى لنا صفر على الجذر ديال واحد ناقص صفر. إذا صفر على واحد هي صفر.